هذا البيض مو ذا البيض؟ لا هذا شيء ما نبغاه خليه. ها خلاص. يا ولد البيض يا ولد. نبي طاوة غير الطاوة هذه يا أخي. طاوة هذه ولا جيبولنا الشباب يعطونا بيض من عندهم. يا شباب البيض والطاوة يلا خلونا نسوي الفطور. البيض أعطونا البيض بس والجبن. الجبن أظنه موجود شوف. لا جبنة أحسن من الجبنة هذه طالبنا. ما شاء الله والله ما شاء الله. إيش رأيك فيني أدلعكم؟ يا سلام ترى من أجمل الأشياء أن الواحد يصلحها أنه يصلح فطوره في الهواء الطلق. يعني شوف حنا في هواء طلق الآن ودك زي كذا تأخذ عيالك أمك تمام زوجتك خواتك أخوانك تطلع لك لك على رأس نفط ولا في حديقة تزبط لك فطور. ها من ترى موضوع بسيط الدوافير ماليتنا البيوت والغازات ماليتنا البيوت. أنا أتحدى كل بيت عنده غاز زي كذا أما عينين ولا عين ولا ثلاث عيون واسطوانة غاز ولا دافور صغير خذها خذ أمك وسع صدره وطلعت يا حديقة وصلح الفطور. يا أخي ما توقع أن في واحد سعودي ما عنده عزبة. صح صادق. طيب يا أخي اطلع حقين جدة ولا حقون جدة يطلعون البحر مثلا صباح يفطرون البحر والله الفطور على البحر جميل يا أخي. الله الله الله. الموضوع كله بسيط حتى البصل والطماطم يا أخي لا تعبهم يقطعون تثرهم على الصباح قطعوا تشريها ترى العلبة بريال من عند المحلات حقت الخضرة مقطعة تشري لك لك علبتين بريالين. صار كل شيء مقطع يعني. والله وممكن تاخذ فطور ما تبغى خذ فطور واطلع الحديقه وافطر. لا بس الطبخ غير يا ابو عبد الله. هو غير لكن بعض الناس ما يحب يعني. بس احنا ترى في جده عندنا احنا قاعدين نحثهم انهم يطلعون في الشون. في جده ما في طبخه على البحر. ليه ممنوع؟ اي يعني دوافير صح ممنوع عندكم. دوافير ممنوع بس انك تجيب طبخ اكلك معك لكن جوك يا ابو عبد الله علي يا حبيبي. اي والله امس ابو رزيقه الله يستر عليه طبعا اخونا وحبيبنا وفالح برضه صلح فطور ود الشباب. لا ما صلح فطور عك صلح طور. طور أور كمان ما في أي شيء. الله يهديك. يعني كبدة لا كبدة وبيض كبدة. لا بيض كبدة حرقها يقولون. أي والله. فاليوم أنا متشوق أنا والشباب. طيب حنا بنصلح طال عمرك عشان تكون بالصورة. يلا أنا معك. ثلاث أطباق. هذا بيض بالزبدة. سلام. شوف كيف شكل البيض حلو رائع وجميل وملفت. لا غير الريحة ما أقول لك شم الريحة. الله سامع أنا سامع الريحة. إيه هذا بنحط شفت كيف رشيت الفلفل الأسود عليه هنا. الله كيف. شوف هذا الجمال هنا يكمن الجمال. هذا بيض بالزبدة. نعم. وهذا شكشوكة بالزبدة. الله. تمام. الله. وهذا فول بالزبدة. ما شاء الله أنت متعامل مع الزبدة. أنا من عشاق الزبدة. سلام. لأنه ما في زيت زيتون عشان صلح لكم بس إنه يلا مشي يا زبدة. زبدة طيبة. الزبدة أطيب. زبدة طيبة. مو طيبة. أطيب. زبدة أطيب. أطيب أطيب سلام. فهذا فول فول بالطحينة والزبدة وهذا بيض شكشوكة وهذا بيض بالزبدة زي ما أنت شايف الآن. شوف بالله شم الريحة. شوف أنا قاعد خليني أتبخر شوي كيف بالله. ترى رشة الفلفل الأسود هذه رشة معلم ترى فوق البيض. صدق وثامن بالله هلا والله الله قاعد أذوب في لساني الأكل. أنا عارف عشان هذا إحساس أنا عارفه لسه يعني. ما بدينا إيه بالنية. ها بالنية. لا مو بالنية هي فضية فعلية. لا مو بالنية لونها فضي فضي مو بالنية. إيه جايكم أحمد ألين ليل 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 يلا يا أبو عبد الله نصلح الفطور. يا سلم سلم. يلا يا أبو عبد الله نصلح الفول. يقول يا حبيبي يا حبيبي مرة رحت مطعم أنا واحد الشباب إيه وقال لي سمعني موال. يا سلام. والفطور جاء قدامي فهمت قلت له مو وقتك. قال لي والله تسمعني موال. إيش قلت له قدامي الفول وكذا قلت له وما فول المطالب بالتمني. يا سلام. وما فول المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا قلابا قلابا. يا سلام سلام. يا اخي ما شاء الله عليك اعجبك اي شيء كلكم انتم حقون جده كذا صوتكم حلو ليه. الولاعه موجوده صح موجود كل شيء مو كل شيء كل شيء بس احنا ننتظر يعني قاعدين نتلهى كذا على ما يجي البيض. وين البيض يا ولد. اعطونا البيض. اعطونا البيض يا ولد يا عوال. فاقول لك يا طويل العمر والبقى والسلامه. سلام. اسالك سؤال سم. ما شاء الله تبارك الله نفسك حلو في الطبخ. الحمد لله من فضل الله. متى أول مرة كذا حسيت إنه الطبخ أول طبخة أول طبخة أو مثلا حسيت إنه عندك الشغف ذا حق الطبخ لأنه مو كل الرجال يحبون الطبخ صح؟ طيب أنا أبوي الله يرحمه ويطول بعمر أمي
تمام من يعني محبين الطبخ وكان يطبخ، فكانت امي دائما تسولف يعني ممكن ما عشت مع ابوي كثير بس اني اذكر انه كان طلعنا البر، فهمت علي؟ وكان يصلح لنا القرص الجمري، يصلح لنا القرص الجمري القرص اللي على النار، كان يعني هذه مواقف اذكرها انا للوالده الله يغفر له ويرحمه. لكن كان دائما ودائما وجدتي الله يرحمها الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا، كانت جدتي تقول ابوك دائما هو طبعا ابوي هو اللي يطبخ لجدتي. سلام يعني هو سلام. اللي يطبخ لها، كان يجي لما يخلص مثلا شغله يجي على طول يصلح لها غداها، فكان هو اللي يحب يطبخ لها، فكان دائما تقول ابوك طبخه ما هنا احسن منه، سواء كان يصلح كبسه تونه، كان يصلح كبسه حمراء انت الحين لحم ولا دجاج على حسب الموجود. فكانت امي دائما تقول لا طلعنا ابوك يطبخ زين، ابوك احسن طبخ مني ابوك، فكان الوالد انت كذا انه يمكن اي، فكنت اجرب. فكنا نطلع حتى احنا يعني لان كنا نطلع في البر نكشف دائما حتى احنا صغيرين، يعني تخيل أول ابتدائي كنت أنا واحد من عيال عمي كذا تخمنا، كان وقتها خميس جمعة إجازة، لا قصدي جمعة وسبت في ابتدائي وابتدائي صغر عمره غصب أنا صدقتك ما أدري عن الناس صدقتك ما أدري أنا صدقتك. وكنا نطلع خميس خاص، خميس إجازة مدرسة خاص، كل واحد حنا وجيرانك واحد يجهز مثلا من عنده يأخذ من عندها شوي رز وشوي دجاج وما أدري إيش، فهمت؟ نتجمع إلى خاص بنروح نطبخ في البر، فنروح البر نطبخ كذا تكي ونطبخ، كانت أمور يعني أيام جميلة والله وحلوة والله، فهذا كانت جمالها والله. طيب وش أكثر طبخة تحس أنك تتقنها؟ هلا بالزين هلا والله على حسب المود يعني. القرص الجمري أضبطه مراهيف، قرصان مصابيب، هذه شغلة قرصان أموت فيه. وفيه الشيء الجميل اللي أقول لك يعني أضبطه فهمت علي؟ الفربتشينو. مين؟ فربتشينو مين ده؟ هذه لا مو اللاعن أنت بس اللي جاي مع الشيء خلاص. طبعا شوف على طاري سلام يا ابو عبد الله الله يرضى عليه تسلم يده، قاعد اقول له على طاري ايش الطبخ. شوف انت احد نتائج تعليم ابو عبد الله في الدوره. ها بسرعه انا ما عندي ابو عبد الله الله يكرمك. وين كم كمي ما قصر والله. تعال بسم الله على ابو عبد الله. شوف كيف جبنا لكم طال عمرك البيض بيض الله والجبنه السائله يا سلام، بس اني قايله ذهبيه جابها زرقاء مش هي الاخلاق. سلمت يا شوق البنت وقول لي ها والله كيفة. هذا احد ثمار تعليمك للقهوة. الحمد لله يا اخي، لو كل واحد علمه يطلع زي فارس كذا الامور الدنيا في خير والله يا خوش فنجان يا سلام فيها. والله يا خوش الحين بصي ايش يقول السلطان الحين بصيصه بريعصي يا اصيل كنا لا ما اللي يقولها السلطان بتويت لها حبصة لا سلطان اصيل عبوصة ايش قصده في العبوصة مو كويسة مرارة يعني كويسة كذا شيء عبوصة هو يقول عبوصة مو كويسة والله لا انا اقول عبوصة كويس يعني ايه كويس انا اقول كويس انا نيتي كويس عطني البيز وروح عطني البيز وروح ها تفضل البيز طيب ابشر ايه هي فيها بيز خلقة فانت يكفيك البيز اللي معك شكرا لك. تسموه بيز انتم؟ ايه شو تسموه انتم؟ بيز احنا يعني قرار صوت. البيز قام والبيز نزل وهذا البيز خرقه. ايه الله ايه اجيكم تبون قهوه اجيكم. الله يعطيك العافيه. ايه والله كم والله هذا لعب بسم الله لا عشان ما نموت عشان ما ايش؟ نموت عشان ما نموت. طيب اعزائي المشاهدين انا استاذنكم انا اقول شفت اللي فوق هذا؟ ايه قصر فيه شوي لين اقول لك اصبر. بسم الله 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 عليك والله ضربة معلمين يا سلام 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 قصة اللي فوق لفة هذا ايه لفة كذا علي ايه اقوى يا بطل اقوى يا بطل اقوى اقوى عبوسة اقوى بعد أقوى شوي بس سلام يا سلام تعال عشان تساعدني طال عمرك يا شباب فيصل عطني خلاص بالله بس, بس تعال لا تروح أبغاك شوف كم كمي فين كم المر طيب خلي يرسل لنا هذه من تحت وينشفها بمنديل أغسل لنا هذه من تحت ونشفها بمنديل الله أنت يا مبارك عندي فنجال طعمه اغسل لنا هذه بالله ايش قصدك يعني نشفها من تحت عشان بفكها مفك ايش قصدك ها مفك موجود ولا الله يا ابو عبد الله
صراحة انك تشتغل في ثلاث حاجات في نفس الوقت هذا شيء كبير ترى. انك شيف عبد الله، ابو عبد الله والاجر اسمه ابو عبد الله والاجر على الله، على الله ابو عبد الله، عبد الله والاجر على الله، الاجر على الله. يا سلام يا سلام، شوف يا طويل العمر ابو عبد الله، شوف شوف هذا اول تصحيح لغلط ابو رزيقه البارح. ابو رزيقه حط الزيت وحط مباشره الطماطم، ومن الخطا في الطبخ انك تحط الطماطم اول شيء عشان الطماطم يموت بسرعه. ها لازم تحط البصل اول شيء. نعم، تبدا تخلي لونه يصفر شوي. صحيح. اه يا امي والله اشتكت لطبخك. اي والله يعني طبخي مو بزين، ما بعد ما اكيد بس طبخ. يا قلب شكرا لله عليك يا فيصل. شوف يا طول العمر. ها الله سمعني سمعني قلبك شباب. اقول لكم عبد الله ابيك حقت ود ايش هي اللي تقولها المصريه حقت صبح صباح الخير من غير ما يتكلم. هذه خليجيه. خليجيه. صباح صباح الخير من غير ما يتكلم، ولما غنى الطير ضحك لنا وسلم. صباح صباح الخير من غير ما يتكلم، ولما غنى الطير ضحك لنا وسلم. أبو اليمين مشتاق وردك يا زرع الورد، آيل وشمين وشمال وردك يا زرع الورد، وردك يا زرع الورد، وردك يا زرع الورد، وردك جميل محلى فتح على غصني. ترارارا من ندى حيا لهما الغصن. يا جماعة من بيساعدني؟ أنا. أنت تقول بساعد والله. طيب. قاعد يلا. أغني بس أجمل. يلا أجمل صوت. إيش هو؟ صوت البلبل. صوت الحمسة. يا حل. طيب فتحوا لي البيض كله. يلا أبو سوي حركة. يلا أبو سوي حركة. لا لا في مايك مقفل. لا شباب. لا والله حرام عليكم، والله حرام عليكم. ابو اديني. لا لا اديني الجمبري يا اسامه. ابو سوي حركه. اديني الجمبري. شوف ايش الجمبري. ايه حط اي حاجه تسوي صوت. ها كله يعني تغامر مغامره. لا تسوي المايك. سامعين الريحه؟ سامعين الريحه. كيف كيف بس شوي شوي بلنت بالبيتر. ها لا قصه ما طاح فيها. انحرق وجهي خلاص. بس وصل الصوت، وصل الصوت. والله لو انحرق. يبغون يسمعون صوت الفول؟ لا ما يحتاج خلاص وصل. والله هذا شيء جميل. شكرا لك. كمان يسمعون صوت الزبدة ولا ما كله يا ابو عبد الله كله؟ ها افتح 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 قد ما تقدر. توكلنا على الله. وين؟ متس خذيت بطاطسي. الله يجعله بالعافية. امسك. الله يجعله بالعافية. بالامسك. الله يجعله بالعافية. بالامسك. ما عاد بقول شيء. اخ بس الله يجعله بالعافية. ما بقول شيء يا احمد. خذيت بطاطس ينادوه. عافية على قلبك. افتحينا برضو كمان. ها احمد. هاي بطاطس خذه. من اللي اخذ حذياني؟ طيب سابني انت مضيع قبلتك هناك. شوف هذيك مبدأ. أول ما شوف في حاجة غريبة في البداية. ما عليه ما بسيط. هذا مو غريب، هذا كله حلو. لا ما في شيء، بس أقصد شكل اللي ما فيها شيء. سليم كله بيض سليم. صدق كأنه بارد أصمرة بارد. ما شاء الله. كم باقي بيضة؟ الجو بارد. ذحين 8 بيضات خلص. باقي واحدة. باقي 4 بيضات. باقي 4 بيضات خاص. مع اللي بيدك ولا بدونها؟ لا مع اللي بيدي. مع اللي بيدك 4 أصبر. أيوه. ما عاد اكمل يعني؟ ما عاد اكمل. صب لي هنا. صب لك ايش؟ البيض الباقي هنا. صبه بس تمام. افتح لي الباقي حطه على جنب. البيض؟ الباقي ايه. طيب. في
في واحد يا شباب يجيب لي بس قرورة موية. في موية هنا؟ إيه. خلاص؟ تمام. خلاص هذه أربعة انتهى البيض. أشكرك طال عمرك. 12 وحدة. بجيك الحين عبد الله. هلا والله الله يقويك. تعال لمساتك ابو كمكمي. سلام. الملح الملح يا شباب ترى ما جابوا ملح. الملح الملح شباب. الملح يا شباب. الملح مو عندكم؟ لا. طيب. هذا موته معنا. شيء الملح. جميل والله هذا. الا وهو التاوى الغاز. الغاز يخدم. شوف يا طويل العمر ممكن تساعدني في تقليب البيض. يقلب هذا هذا عشان نبدا احنا هنا. هذا كيف نصلحه؟ شوف الفول. خليني اقسم عليه. انا من الناس ترى يا ابو عبد الله اللي احب الشكشوكه البصل ما يكون ميت مره، احب انه يكون مستوى. اي بس الشباب تمام. هذا الفول ما شاء الله تبارك الله ما يحتاج. شوف يا طويل العمر الفول لازم تهرسه. هذا الملح. الله يعطيك العافيه. ايوه والله يا فيصل جاء اليكم. فيصل انت الجندي المجهول صراحه حبيبي. اديها واحده. العب العب. الله بس خلاص بس خلاص. حط شوي على البيض عاد انت رشه زي كذا خفيف على البيض. شوف خليك طالع معي يا ابو عبد الله انت عارف المقدار اللي تبغاه. بس تمام شكرا لك. عفوا لك. شوف لازم يهرس الفول كذا. لازم تهرس الفول كذا. في في هنا. ارحبوا يا شباب ارحبوا. شباب كل شيء ازهر من حولك. موعودين بفطور اذا استيكم فطور البارح. الله يجزاكم. نعم. الله يكتب اجركم. نعم. شباب شفتوا؟ برد؟ لا مو شفتوا. زرعت لكم في كل مكان. مو شفتوا شفتوا. عيني عيني والله فلا هلت يا ابو عبد الله. هلت يقول هلت دموعي دمعها وانهمر. والقلب عفان سفر واشتقت لديرة. كتبت للغالي سطر في سطر. كمل. من دم قلبي وحان واشتقت للديرة. الله محمد الله الله عليك. كتبت للغالي سطر في سطر. من دم قلبي وحان واشتقت للديرة. هلت عيوني دمعها وانهمر. والقلب عافى السفر واشتقت للديرة. كتبت للغالي شطر في شطر. من دم قلبي وحان واشتقت للديرة. الله أكبر عليك يا أخي. يا أخي والله حسك جميل يا اخي. انت انت لبى قلبك يا علي. ابو عبد الله شكرا للجمال اللي صرعته. ما شاء الله ما شاء الله عليك. تراني رميت اصطناعي طلع اصلي ما شاء الله عليك. عارف ليش؟ ايش الحركات هذه كنت؟ شوف قل لي ليش؟ ليش؟ انك انت طبيعي فرميته وصار طبيعي. لبي لا انا شرعي. اسمع عشان بس جميل لا عشان كذا طلعت هم حقين الشرع يطلعون كذا كذا حقين الشرع يطلعون. شوف هذا يحتاج الشرع. لا صدق شفت هذه؟ زرعتها لكم في كل مكان ليه؟ عشان تقطفون تاخذون راحتكم بالطبيعي. ما يقعد يزعجنا ذاك على ورد. كل ما قطعنا ورده علي عاد انت المركز الاول. والله صدق يا علي المركز الاول ما حد يكلم. لا طعم
المركز الاول والله ما له طعم. ليه ما له طعم؟ كذا يا اخي. الحين هنا ايش نسوي؟ البيض العادي. الله اكبر. تبغى هبت قصيده؟ تفضل هبت قصيده. يلا هات. ما غير ما اطيق والله. هذه كذا تحطون الدش كذا. ما نبغى نجيب فرش او فرش. يلا عندنا الان البهارات. وين نروح نفطر هناك يا عبد الله؟ اللي تبون في فرشات هناك عادي. قول يلا خلاص. اوكي خلاص خلاص بنسك. اقطعها خلاص قاعد احسن شيء. لا بس برضه ما انا المحتاج. انا المحتاج بقول لك مثلا. يلا قول. لا ما بقول ترى. فاز فاز والله. فاز عليك يعني. ما تصورت حد يفوز عليك. البيض اللي بالزبده. لا صدق احمد قلت تقول. لا والله صدق. والله ما احس بلا. ايش بغيت تقول؟ والله اني نسيت. ايش انت كنت بقول شغله؟ اي والله نسيت والله. تكفى تذكر يا اخي لا تخليها بخاطر. دقيقه ترى عادي. شوف هي شغله ما نبغى نسمعها. خلاص بس خلاص قفل السالفه. فكنا نمشي. اي نمشي. كان يبغى يجيب التعادل يا شيف حقنا يا جميل. يا حبيبي نبغى اكل يفتح النفس. الحين تبي تذوق البيض هذا وتدعي لي في الدايت. يقول لك في بدايه الدايت في البدايه يقول لك الفطور اكرم نفسك في الفطور. يا سلام. وتغد خفايف صح. والعشاء خذ لك تفاح ولا شيء. دايت عندنا في البيت لا. الوالده اللي تقول لي فطور حبه غد وتعش كلها سوا. واكرم نفسك في اكل. لا عادي طبيعي يطلع علي. صدق يا اخي حتى اذا عاد تموت وايش خليهم يرتاحون اذا شلوني اللي نحيف. طبعا عندنا اليوم شباب هذا الطبق اسمه الاومليت. اعطي جو. هذا اللي ينباع في البوفيات بريالين ينباع في المطاعم 65. هذا هو الاومليت. عباره عن بيض تحط مع زبده في الطاوه ويصير جاهز. أبو عبد الله وهو يعد وجبة الإفطار يعني مشكورا بكل ذوق وبكل يعني إيه آخر شيء إعداد جميل يا أبو عبد الله يا حبيبي. ويساعده المساعد الذي لم يفعل شيئا غير أنه يحرك البيض أحمد الحبشي. تحريك البيض يبغاله. أنت عارف تحريك البيض إنه يدرسوه في الجامعة؟ أي نعم صح. أنا أخذته كان في مادة اسمها تحريك. اسمه هذا اسمه الأومليت ولا اسمه بيضولوجي. أيوة نعم كنا درسنا في مادة اسمها بيضولوجي يعني دراسة علم تحريك البيض. علم تحريك البيض. أي نعم هذه المادة أخذتها في الترم الماضي صحيح. قل لي ليش؟ أتذكر. قل لي ليش؟ المهم برجع أقول لك ليش بس خليني الحين أشرح للناس ماذا تقوم به المهنة الكبيرة اللي تقوم بها أنت. ويتضح من مما تراه عيني ويشتمه أنفي وأسمعه بأذني أنه سيكون فطور للتاريخ. نعم. يعني هذا اليوم يوم جماعي. الفرصة 30 سيكون فطور يخلد في تاريخ الفرصة. عارف ليش؟ أيوة لأنه سيشهد حالة وفاة. فسيكون للتاريخ. الله يهديكم بس. لا لا وفي إيه؟ يجيبونه بعدين في الأفلام الوثائقية. وفي اليوم الثالث في اليوم 30 من برنامج الفرصة نعم. قام أحد المتسابقين بعمل فطور توفى على إثره 5 سابقين. الله يكفينا الشر. أبو عبد الله ما يجيب له الزين والطيب. سمعت الريحة؟ سمعت الريحة؟ شفتها. شميتها. شافها يقول شاف. الله الله أبو عبد الله. وذاك هو أبو عبد الله حنين حتى في الفلفل الأسود. الله حرك ولا خلاص. خلاص لا انتهينا خليك خلاص. سم طال عمرك. حين شو الوضع؟ ترى لكم هذه نحط على البيض. جدا مميز. اي نعم حط الحجم. لا تبي تفكر الفول نشيلها بقى. الفول ما لا لاني باكل منه والله الذي لا اله الا هو. شوف شو يصير في حبايبك. انت جرب حط بطبخك مكالمة. حيكون اسمع حد تاكله. الخبز هنا؟ اي خبز هنا. لا في خبز. طيب فين حنفطر؟ نشيل هذه ولا نروح هناك؟ اكيد بنفطر بنشيل الاكل ونودي. قول لهم اللبن الاسود كم كمي؟ أصيل يلا الفطور جاهز. يلا يا شباب الفطور. جيب الخبز كامل. فيكر يا شباب فطور. الملح بادي صادق. الملح والفلفل كمان. يلا هل ليش محترق؟ وأحلى فطور. يلا يا شباب. أقبل شهر الصوم.